ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة. تعالوا نروح نشوف مع بعض كاميرا يحكي أنها راحت صورت جولة عملناها في جروب مكتبة وهبان لإحدى المكتبات في إطار محاولات الجروب للتشجيع على القراية، وإن إحنا قد إيه مهم إن إحنا نحاول نرجع الناس تاني يتعلقوا ويرتبطوا بالكتاب. تعالوا نشوف كده مع بعض التقرير ده ونرجع لكم على طول. بنحاول من خلاله ان احنا نعيد فكرة المكتبة كمكان بيجمع الناس المهتمة بالقراءة، والمكان اللي بنحب فيه نتكلم عن الكتب والقراية. وهي دي فكرة اسم مكتبة وهبان، فكرة ان احنا كأننا بنعمل مكتبة افتراضية على السوشيال ميديا بنحاول من خلالها نتكلم عن الكتب والقرايات والترشيحات بشكل مستمر، وكمان بنحاول نقدم خدمة ثقافية لأطراف العملية القرائية أو العملية الثقافية الثلاثة، القارئ والكاتب والناشر. نحاول نوصلهم ببعض بشكل أكبر، ونحاول نحن يبقى فيه يعني حالة من التفاعل الموجودة بينهم، ونقدم ليهم هم الثلاثة خدمة ثقافية مختلفة. احنا بنحاول في الجولات في مكتبات مصر ان احنا نركز الضوء على أهمية المكتبة، ونعرف القراء على مكتبات جديدة، أهم الأنشطة اللي بتقام فيها، أهم العروض والخصومات اللي بتقدمها، وكمان نرغب القراء بشكل أكبر انهم يزوروا المكتبات، لأن بعد فترة كورونا بقى في حالة من الكساد بعض الشيء، الناس بتخاف تزور المكتبات، بقى أغلبهم بيشتروا أونلاين. لا، احنا بنعرفهم على المكتبات بشكل أكبر ونخليهم حابين انهم يزوروا المكتبة من خلال الجولات بتاعتنا. فرصة حلوة إن القراء ومحبي القراءة يلتقوا مع بعض ويتناقشوا حوالين الكتب اللي هم بيقروها وبيحبوها، ويقدموا لبعض ترشيحات مش بس في العالم الافتراضي ولكن كمان في المكتبة. بتبقى سهل جدا إنه ده يكون المكان اللي يتقابل فيه القراء ويتعرفوا على بعض ويتعرفوا على اهتمامات بعض المختلفة. بننشر ثقافة إن المكتبات أو الكتب مش بس في معرض الكتاب، لا، إحنا المفروض زيارتنا للمكتبة دي تكون مستمرة طول أيام السنة، حتى علشان نعلم الشباب الصغير ويمكن الأطفال إن زي ما بنروح المول وزي ما بنروح النادي، لا، في زيارة أسبوعية أو شهرية دايما للمكتبة، بنشوف الكتب الجديدة والكتب اللي احنا بنحبها.